بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد مثال سريع كده. لو انا عايز اشيك الفايل ده موجود ولا ما هوش موجود، عشان بناء على انه لو موجود هعمل حاجات ولو مش موجود هعمل حاجات تانية. دي برضو عملية مهمة جدا جدا في الفايلز، مش بس ان انا كاريت الفايل واكتب جواه. طيب هعمل دي ازاي؟ هقول له عرفت فاريبل اسمه فايل من فايل، واديته الباث بتاعه مثلا فايل 3.txt. ده الفايل كده بالباث بتاعه على نفس الفولدر اللي احنا بنرن منه. هقف على كلمة فايل بس الت انتر كده، عشان طبعا ممكن اغير الامتداد على فكرة، مش بس امتداد يكون تي اكس تي، اي امتداد من اي نوع. الت انتر كده عشان يعمل الامبورت، و وهعمل برنت. هطبع بس رسالة هقول له انتر اني تكست، انتر اني تكست عشان يدخل اي نص واستقبله منه. فعرضت برضو الفاريبل اللي اسمه input، وهخليه يريد اللاين دوت ويحوله دوت تو سترينج عادي جدا. تمام. قلت له اف ان الفايل اللي احنا عملناه دوت دوت exists، لو هو موجود. طبعا ممكن في حاجات تانية كتير، بس طبعا exists زي ما انتم شايفين بتجيب لي بوليان true or false. فقول له اف ان الفايل دوت exists، لو كان موجود خلاص اوكي. هفايل رايت تكست، هبها يعني في الفايل هرايت التكست ده خلاص. طيب إلس لو كان الفايل ده مش موجود، ممكن اطلع دلوقتي مسج، بس دلوقتي هقول له ايه؟ هقول له فيها ان الفايل داز نوت اكزيست وخلاص. وبكده اكون بس ايه، الفايل موجود ادخل جواه تكست، الفايل مش موجود مش هدخل جواه ايه، مش هدخل جواه تكست، وهقول له ان الفايل ايه داز نوت اكزيست. تمام. طبعا الفايل لازم يكون موجود عشان نقدر نكتب فيه، يعني ما لو ما كان مش موجود طبعا هيرد عليا بكده. طيب نعمل كده كليك يمين ورن. خد بالك ان الفايل 3 دوت دات ده اصلا الفايل ده مش موجود، فالمفروض يرد عليا يقول لي ذا فايل داز نوت اكزيست. ادخل اي نص قال لي ذا فايل داز نوت اكزيست، فعلا ده صحيح. طيب الفايل اللي كان بتاع الاكزامبلز اللي قبل كده فايل 2.txt، تعال نعمل كليك يمين ورن عشان يبلد من اول جديد. هل يدخل النص اللي انت عايزه؟ تقول بسم الله، دوست انتر وخلاص. لو رحنا شفنا الفايل بتاعنا دلوقتي على جوه فايل 2، هتلاقي طبعا عمل حاجه، هو رابلس التكست شيل اللي كان قديم وحط كلمه بسم الله اللي احنا كتبناها الجديده دي. برضه عايزين نشوف لها ايه، هنشوف لها حل ان شاء الله.